الفرحة. بعد العصر اللي لما اتصلنا على البنت اللي هي بتحكي جابوها على قناة نابلس انه اخوي مستشهد واقع ناطط عن السور ومتصاوب وهارب من الجيش كنه من الخوف كنه لما طخوا عليهم اول اشي بلوا هو هرب منهم. المهم انه طخوا عليه وفي اخرى اصحاب لهم متصاوبين معاه. الاحتلال الخوي ما بيعطيناش تصريح ولا بيعطينا تسهيلات ولا بيعطينا مجال انه احنا ندخل في طريقه قانونيه لنعمل يعني ندخل بسلام ونخرج بسلام ونرجع لاهلنا بسلام. احنا بنخاطر بحالنا والاحتلال ببغتنا بالرصاص وببغتنا يعني بشغلات كثيره ببغتنا الاحتلال وسجن وبهدله غير يعني لا توصف.